تبينت الفحوصات ان فواز حالته حرجه وحاشة تسمم. حاليا رجال المباحث يسوون تحرياتهم عشان يصيدون مرتكبين الجريمه. لا حول ولا قوه الا بالله، تكفون ودون حق ولدي. احنا معين اي شخص يزور فواز علشان سلامته. انزين نقدر نشوفه؟ اي لحظه. الو، هلا دكتور، بيجونك الحين اهل فواز، خلهم يشوفون ولده. مع السلامة. مع السلامة. انا بلغت الجناح بس ما اوصيكم، حالته وايد حرجة، لا تطولوا. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا رب، يلا انك تقومه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اي امه، صاد وريم كانت تبي تسافر، طبعا بالتحقيقات انكرت، قالت ما تدري عن الموضوع. ويمكن صدق ام البنت ما تدري عن الموضوع. كل شيء يبين مع الوقت. المهم انا جايه فاتحك بموضوع اللي اسمه عبد العزيز. ايش في عبد العزيز بعد؟ انتوا تعرفون وين فيه؟ بلات ما تدرين يا يمه، هذا طلعت سالفته سالفه. ايش في بعد تحكى؟ فيصل شافه مقطوط من المخفر، المحامي ابراهيم اكد لي على الموضوع. وليش ما تحكيته؟ لما شوفت عينك، احنا لاهيين مع فواز. بعدين هذا عبد العزيز احنا ما بيننا وبينه الا المحاكم. من يقول؟ انت ناسي انا بعدني على ذمته؟ يعني زوجته، على الاقل بلغوني انه بالمخفر. المحامي ابراهيم كلمني، قال لي بلغ امك. قلت له بس تهدى الامور، انا راح افاتح الموضوع. اهم شيء ترفعين قضيه طلاق على اسمه عبد العزيز، لانه انسان مجرم ودمرنا كلنا. بس يا بعد عمري قطعتي قلبي،
خلاص يا عمري ان شاء الله يقوم بالسلامه حبيبتي. بس يما حبيبتي بزاء. شلون هالطفل المسكين يصير فيه كل هذا؟ شلون؟ الله ينتقم منهم ان شاء الله. اي والله ما يستاهل. طفل ما له ذنب، ان شاء الله يصيدون اللي كان السبب. علي يا المساكين الياهل يصير فيه كل هذا. تصدقين بزاء، اول نسمع بجرائم القتل والخطف والله ما كنت اصدق، لين صار معانا هالشيء. الدنيا ما عاد فيها امان، ناس ما بقلبهم رحمه ما يفكرون ان هناك في حساب جنه ونار. اي والله صدقتي يا خيتي، عبالهم الدنيا دايمت لهم. يا رب يا رب تشافي وتعافي وترجع لأمين تسالم معافي يا رب. اللهم آمين. والله معور قلبي يا ولدي، معور قلبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت أخرة الإهمال؟ كان الولد طايح بالعناية المركزة. يا بنت الناس من صدقك انت المفروض الحين تدعين رب العالمين ان الله يقومه بالسلامة. لا تقطين لومك على هالبزر، من صدقك انت؟ الله يشافي ويعافي ما قلنا شيء، بس أمه وأبوه وينهم؟ واي لاهين بشنو؟ الإهمال منهم مو من هالطفل، لازم يديرون بالهم عليه. كانوا يمه حواليه يتمشون، لكن قضاء الله وقدره، ايش بيدهم ايش يسوون يعني؟ الله يشافي ويعافي يا رب. شاب حبيبي هاك عنبة. تدرين فيني السكر ماكل عنبة. الحين خلصت الصحن كله يت على هذه كلها. صحة. شاب حبيبي هذه ما تنقال عبط، هاي وراها فلوس. يعني ما أقول لك حبيبي؟ قولي حبيبي. متى إن شاء الله بنأجر البيت؟ أنا محتاجة فلوس. ساحر عرفتش خبزيدي. ما قلت لك ان السالفه وراها بيزات؟ انا ناطر شابو يشيل قشه ويطلع. تبي افاتحه بالموضوع؟ تبي انا اكلمه؟ ترى مسختها وطولت يعني. اياني وياك تفتحين السيره. لا 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 ترى مو قاصر، عنده ظروف مو طبيعيه. تعبالك شاب ما عنده فكره ان احنا نبي يطلع؟ تصبري لما يطلع هو بروحه. إذن وإذا رتاج استغلت هذه الظروف وتشلبت وما طلعت، شو سوي أنا حزتها؟ تصبري شوي شوي بس. أوكي. تصبر على شو؟ وهذه كل المعلومات اللي عندي عن عبد العزيز. اعتذر منك على الإطالة في التحقيق، ولكن يهمنا نجمع كل التفاصيل. عفا عليك، حاضر أنا بالخدمة. في شيء ثاني تبي تقوله؟ والله للأمانة في شيء وايد مهم. تفضل قول. اللي نفس حالة عبد العزيز لازم يدخل المستشفى بأسرع وقت، لأن حالته راح تسوء وايد إذا توقف عن أخذ الأدوية والعلاج. شيء أكيد، قاعد نسوي الإجراءات اللازمة علشان يتم تحويلها للنيابة. الله كريم. مشكور وآسف على الإطالة. أنا في خدمتكم بأي وقت.
كثر ما أقدر قاعد جهز أوراقك علشان تطلع من هنا. إن شاء الله إن شاء الله. عبد العزيز، بكلمك موضوع يخص أحلام. أحلام؟ أحلام إيش فيها؟ حمود كلمني يقول إن أحلام تبي ترفع عليك قضية طلاق للضرر. أحلام؟ يعني من كلامك أفهم إني أنا فلست من كل شيء، فلست من الفلوس، من أوضاح، حتى من أحلام. كل شيء تعوض إلا صحتك. الفترة هذه لازم تكون لك فترة علاج، وأنا بركز على الشيء هذا بالقضية. لازم أثبت إنك مريض علشان أقدر أطلعك من هنا. أطلع؟ أطلع وين يا إبراهيم؟ الفلوس أكل ما عندي. مو مشكلة، أهم شيء إنك تطلع من هنا. كل شيء ولا حل، وأنا بقعد مع حمود وكلمة بحاول أقنعه يتنازلون عن القضايا اللي مرفوعة عليك. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. فما الله. يما فواز اسمعني حبيبي. وين فواز؟ الحين اكلم ابوك، الحين اكلم ابوك يجي لك بسرعه. الو فيصل، بسرعه تعال. فواز ايه بدا يتكلم قهن. ماشي ماشي اوكي، مع السلامة. الحين ابوك راح يا حبيبي، لا تحاتي انا يمك. يعطيك العافية يا نهى. الله يعافيك. بس ابي منك طلب واحد بعد. امر. ابيك تكلمي لي قسم المحاسبة يطلع لي كشوفات فيها كل اسامي الموظفين عشان كافئهم، يستاهلون. حاضر استاذ. وانت يا نهى ما نسيتك، مكافأتك راح تصير ضعفين لانك مخلصه بالشغل. دواك بي استاذ. كفو، بس اجهز كشوف طرشيهم لي. حاضر بعد اذنك. هلا استاذ ابراهيم. يا هلا ومرحبا، تفضل. ليش في شيء؟ إيه عادي موجود أنا بالمكتب. بس ناطرك. حياك الله. مع السلامة. الحمد لله على سلامتك فواز. الله يسلمك. طمني عليك إن شاء الله أحسن. أحس إني بموت. لا لا تخاف، كلنا موجودين معاك، وهذه أمك وهذا أبوك. فواز حبيبي تخاف وأنا موجود؟ ريم تبي تذبحني. ريم؟ فواز أبيك تقولي شنو صار معاك بالضبط. قالت لي تعال أركب معي سيارة نشتري ألعاب، حطتني بمكان ظلمة بدون أكل ولا ماي. وبعدين إيش صار؟
بعدين عطتني عصير وشربته، بعدين حسيت بدوخة وما أتذكر شيء. الحمد لله الحين حالتك وايد أحسن، لا تخاف. إن شاء الله. الحمد لله الحين حالته وايد أحسن، وتقدرون ترخصونه بأي وقت، وإحنا لقينا القبض على ريم لأن مشتبه فيها بالأساس. الحمد لله على كل حال، وأنت الله يعطيكم العافية. إحنا كنا نعطين فواز يقعد علشان ناخذ أقواله ونكمل باقي إجراءات التحقيق ضد ريم. أنا الحمد لله أن فواز رد لي سالم، وريم لازم تنقط بالسجن. خير يما، ايش فيك صاير؟ واي يما من الفرحة قمت ابكي. فواز، فواز قام بالسلامة يا يما. صدق؟ الحمد لله. زين من اللي قال لك؟ نوف، نوف توها دازت لي مسج حبيبي يما. ايه هذه الاخبار اللي ترد الروح. زين متى نزوره؟ اي والله تعالي خلي ادق عليها اقول لها. هلا يما نوف، شلونك حبيبتي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله طيبه. طمنيني يما. الحمد لله، الحمد لله على سلامته. زين شوفي انا وشذا بني نشوفه. واي واي تقولي مشتاقه له، الا متشفقه عليه بشوفه يا يما. خلاص خلاص عيل، بالليل انا وشذا اني ماشي. سلمي على علي وسلمي على فيصل، سلمي عليهم كلهم يا يما. يلا حبيبتي يلا، مع السلامه. مع السلامه. شنو قالت لك يما؟ تقولي ما الحين برخصونا وعقب نحدد الوقت ان شاء الله. يلا زين الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هلا ابو ليلى، شلونك بالسجن؟ ان شاء الله مرتاح. في احد يرتاح وهو بالسجن؟ اقصد امورك زينه، مرتاح، كل شيء تمام؟ الحمد لله، الحمد لله، الامور طيبه. كاهي كاهي ليلى، انت بتكلمك هاك. هلا يوبا، شلونك؟ هلا بنيتي حبيبتي، انا من فضل الله زين الحمد لله. يوبا ازمه وتعدي ان شاء الله. ان شاء الله. اقول ليلى ديري بالك على امك، ديري بالك عليها لين اطلع من السجن. ان شاء الله يوبا، لا تحاتي، امي بعيوني. اي عافيه يا بنيتي، يلا مع السلامه. يا بنيتي لازم اصك التلفون. يلا مع السلامه، باي باي. يا رب أبوك يكون عقل بالسجن وصار زين. أتوقع قعدته بالسجن علمته وايد أشياء. إن شاء الله الله يرد لنا بالسلامة يا رب ويبطل هالسوالف. إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. ودي كل التقارير، وإن شاء الله تقدر تخرج من المستشفى النهاردة. مشكور يا دكتور، ما قصرت. الله يكرمك. بس في كتب لها شوية أدوية تخرج المستشفى، تاخذوا من الصيدلية بس تستمروا عليهم. إن شاء الله يا دكتور. على إذنكم. حياك. ها فواز، جاهز نرد البيت؟ ايه. تدري حبيبي فواز، تليفوني ما سكت، الكل يدق ويسأل عنك ويبي يشوفك. اكيد هذا البطل حبيبتي، هذا البطل، الكل يسأل عنه. وعلي يا عمتي بزه داق علي تبكي تقول يبولي فواز ابي اشوفه. ان شاء الله نمرها اليوم بالليل، ايش رايك؟ ايه. انتي؟ نعم شايبك هني. منو هذه؟ هذه مريم. شنو؟ وليش عيب بعد جايه عندنا؟ طلعي برا. يما انا جايت لكم مكسوره الخاطر ومالي وجه، انا بس جايه اطمن على هالولد واعتذر منكم. اذا كنت تعتقدين هالكم كلمه اللي جايه تقولي اليوم ينكسر خاطري على ريم، فما راح اتنازل عن ريم لو شنو يصير. انا ما بكم تتنازلون ولا يمكن اسامح بنتي على اللي سويته، انا بس جايه اطمن على هالولد واعتذر منكم. احنا بخير دام انتم بعاد عنا. يلا فيصل مشينا. يا استاذ ابراهيم. يا هلا يا هلا. شلونك استاذ حمود؟ خير الله يسلمك، حيا الله استاذ ابراهيم. عسى بس منت مشغول. لا الساعة المباركة، بالعكس انا ناطرك، فضي نفسي علشانك، امرني. الله يسلمك، ما يمر عليك عدو. الحقيقة انا جاي اكلمك في موضوع عبد العزيز. ريال حالته وايد صعبة.
استاذ ابراهيم اذا جايني علشان اتنازل على اسم عبد العزيز هذا الشيء مستحيل يصير. طلع من مخك يا حمود. عبد العزيز ما هو الاولي ريال مريض وحالته وايد صعبه. بعدين هو كل اللي طالبه منك ترى موقف انساني مو اكثر. واللي مثل هذا يعرف شيء اسمه انسانيه؟ ما ادري ايش اقول لك. الريال تغريره موجوده ويعالج بالطب النفسي، واذا تبي تتاكد اكثر تقدر بنفسك تسال انور. وش يطلع هذا انور؟ انور دكتور انور نسيبكم. نسيبنا راي البنت عمي عليا؟ اي نعم، هو نفسه دكتور الخاص وعارف حالته كلها. من متى دكتور الخاص؟ من فتره. فتره خير. حمود شو الموضوع الضروري اللي بغيتني فيه؟ عبد العزيز انت تدري ان احنا من زمان ندور عليه، يراجع عندك وتشوفه ويشوفك، وانت تدري ان احنا قلبين الدنيا عليه. ليش ما تكلمت؟ ممكن اعرف انت من وين عرفت المعلومه؟ هم مصمم انك تخش علي. محامي ابراهيم قام بلغني عن كل شيء. دام عرفت هم لازم تعرف ان عبد العزيز حاله حال اي مراجع عندي، وانا مستحيل اطلع اي معلومه عن المريض عندي. اسمع اسمع هالحكي فاضي. انت تدري احنا من زمان ندور على عبد العزيز، دام اني راجع عندك تقعد معاه وتشوفه بفهم ليش ما تكلمت. اي نعم ما تكلمت ولا راح اتكلم، لان هذه معلومات تخص مراجعيني. الحكي معك ضايع. امان الله. الو هلا شاب، شفت نسيبك انور شو مسوي؟ طلع طول هالفتره شوف عبد العزيز وما يتكلم لا ويعالجه بعد. اقول لك يا ابن الناس مو مكلم احد، هم علي خاش عليها. تصرف عاد خلينا نشوف. يلا مع السلامه. عمتي بس تسلم عليك وتقول لك باكر ضروري ضروري نروح لها كلنا، لانها عازمة الكل ومسوية حفلة على سلامة فواز. يا حليلة عمتك بزة صباغة بكل شيء، والله فيها الخير والبركة. وقالت لا تيوني الا وياكم فواز. فواز ايش رايك باكر نروح لهم؟ اوكي بس يبا ليش ريم سوت فيني كذي؟ يبا ريم الحين مسكوها الشرطة، ما ابيك تفكر فيها انساها كلش. ان شاء الله. بس يبا ريم كانت تبي تذبحني. حبيبي ما حد يقدر يجيس شعره من راسك طول ما انا وامك موجودين. وباكر حبيبي ابيك تستانس ببيت عمتك بزه، وابيك تنسى كل اللي صار. ماشي حبيبي؟ ان شاء الله. اعرفه فواز بطل. من صدقك انت ما تستحي اويك، احنا مو دارك انا ويت فيك نسيب، عطيتك حشاشه جوبي بنتي، خليتها امانه عندك، تقوم تغبي عني. زيني بخلني تفاهم افهم شنو الموضوع. ماكو تفاهم. انت واحد ما تستحي تخش علينا وتلف وتدور، شنو بعد بتصدمنا بشنو بالمستقبل؟ قول قول قول، طلع كل الخماشير مره واحده. والله يا عمي وعمتي انتو تدرونكم على عيني وعلى راسي، بس لازم تفهمون ان مهنتي تطلب مني السريه التامه. روح زين شو هالحكي هذا؟ حكي ما هو بخيره، وين قاعدين احنا بنتقعون؟ جيمس بوند انت، سريتها مسح، انت الحين قاعد تخش عني، عن زوجتك، عن عائلتك، عن اسرتك، تخش عنهم من صدق؟ اعتقد اني ما اقدر اتفاهم معاكم وانتم مشحونين بهذه الطريقه. ان شاء الله لما تهدى الامور لنا قاعده ثانيه. ما راح نقعد معاك ولا راح نشوف رقعه وجهك، ولو سمحت وريني مقفاك يلا، وبنتنا بتتم عندنا. يلا برا. مو مشكله يا علي، قاعدين مع اهلك لين تهدى الامور ان شاء الله. فما الله. استغفر الله العظيم. أنا قام يلف يدور علينا بعد. وانتي رايلك ما كان يقول لك شيء؟ لا كلش، انور ما يسولف عن دوامه ولا عن المراجعين.
كيف يا المراجعين على هوا غرب لا يحاكيهم لا يقول لهم لكن احنا اهله اهله منه في افا مع الاسف نسيبي عاد ولدي واحد منه فيني يغبي عني ويوقف يمنه يا عبد العزيز يعالجه ويعرف يعرف اسراره يعرف كل شيء ولا يقول لي هذا عقب اللي سواه عبد العزيز فيه المفروض يفنقره ويطيره مو يوقف معه ما في دكاتره بالكويت غيره شمعنا اهو بالذات شمعنا عطيتك عشان توفي بنتي خليتها امانه عندك تقوم تخبي عني انت واحد ما تستحي تخش علينا وتلف وتدور شنو بعد تصدمنا بشنو بالمستقبل قول 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 طلع كل الخماتير مره واحده ايش هالحكي هذا حكي ما هو بخيره وين قاعدين انا بدك اقول جيمس بوند انت سريتها مثلا انت الحين قاعد تخش عني عن زوجتك عن عائلتك عن اسرتك تخش عنهم من صدق ما راح نقعد معاك ولا راح نشوف رقعة وجهك ولو سمحت وريني مقفاك يلا وبنتنا بتتم عندنا يلا برا الو هلا استاذ ابراهيم ممكن اعرف انت ليش قايل حق حمود ان انا دكتور عبد العزيز اي لا بس هذه صار مهنه المفروض ما تطلع الله يهداك سويت المشكله كبيره وانت مو عارف تدرين والمحامي مو قايل لي عشان انا ما دريت تلقين عادي عند صاحبنا يتم يتعالج عنده وما يتكلم بس أنا مستغربة شلون أنور كان يدري إنكم تدورون عليه وخاصة يعني مو قاعد تدورون على أي أحد قاعد تدورون على واحد بايكم وناصب عليكم أي مو هذا اللي قاهرني واحد نصاب دمر حياتنا وحياة أمي تخليه يتعالج عندك ما تتكلم ما سألت اللي شي سوى أنا أحس بين عمك عبد العزيز وأنور في شي في إنه يقول عادة واحد من المرضى اللي عنده على كلامه يعني المرضى عندهم أسرار ما يقدر يتكلم عنهم اي اقل شيء يقدر ما يعالجه لا يتحجج اي بالضبط خليك واقف معانا المهم انا كلمت شابي بلغ امي هو يتصرف وياه اي زين خليه كلمه خل نروح عند عمتي بس عشان لا نتاخر عليهم نبي نطمن على فوازه يلا كاني خالصه يلا مثل ما توقعت دريت قلت خلنا اطلع عليك قبل لا اروح اجهز يلا خلصي قومي لبسي يلا لان تاخر على بزه لا يما ماني رايحه شنو اللي ماني رايحه من صدقك انتي قومي خلصي فشله المره بتكلفه يما ما بيروح نفسيتي مو ماله جاب الناس متضايقه عشان انور صح لا مو متضايقه عشان انور وانا عارفه ان انور يحط خط احمر بشغله واحنا متفاهمين على هالشيء شغله الريال اللي خش على مرته كذي اشياء اكيد خاش عليها شيء اكبر هذه اسرار المهنه يما لا يقص عليك بهالكلمتين الريال ومرته ما بينهم اسرار سرهم ويا بعض خلصيني قومي لا نتاخر على المره ما بيروح يما خلاص بقعد بالبيت كيفك المهم اذا دق عليك لا تردين عليه ولا تكلمينه لان احنا لنا كلام ثاني معاه فهمتيني ان شاء الله يلا يلا بابا شابي بوي هلا 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 ومرحبا هلا يما السلام عليكم هلا حمود هلا حبيبتي هلا امي رب الكعبه هلا هلا زارتنا البركه الله يبارك فيك هلا يما حتى قاعدة السيارة زارتنا البركه شلونكم شخباركم الله يسلمك يا هلا هلا بزه شلنا فرقكم ناقص؟ علي وانور وينهم؟ علي عندها ظرف إن شاء الله إذا قدرت تتي بتي إنزين علي عندها ظروف وانور وينه؟ ليش ما يقعدوا يا الشباب الشاب وحمود؟ على ثانية ظلا ما قدروا يجيوا يا إن شاء الله المهم شفناكم
نوف وفيصل وفواز بالطريق. كلنا مشتاقين الفواز خصوصا عقب اللي صار على بن ونسى. اي والله حبيبي ما يستاهل اللي صار له، وهذا حفيدي الوحيد، عسى الله يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ومذهبت لخطه راح تعجبكم. اوه عمتي بزه مسويه خطه؟ وراح تعجبك انت بالذات. صدق؟ قولي شنو؟ سمعوني. الو هلا انور. انا اسف على اللي صار، ما كنت متوقع ان اي يوم احرجك فيه. لا يا انور انت ما سويت شيء غلط، انت ريلي وانا عارفه شنو معدنك، بس امي وابوي ماخذين الموضوع بشكل ثاني. يعني انت مو متضايقه؟ بالعكس كبرت بعيني زياده. والله ان هذا الكلام يريح قلبي. اهلي على عيني وعلى راسي، بس مو معناته اوقف معاهم ضد ريلي وهو على حق. افهم من كلامك انك متفهمه وراضيه. مو بس كذي، أبيك تي الحين تمرني وتاخذني بعد، ترى اشتقت حق ريلي حبيبي. يا بعد راسي والله الحين امرك. الا تعال انت وينك الحين؟ والله قاعد بالبحر. افا بالبحر وبدوني؟ يلا يلا تعال الحين. افا عليك الحين امرك. يلا مع السلامه. مع السلامه. وينهم؟ ما ادري اخاف متجمعين بمكان ثاني. لا عمتي بزه قالت هني اليمة. خاف أمك تزعل الحين. وليش تزعل؟ يعني قالت لك لا تكلميني وكذي. أنور من صدقك أنت أنا بسمع كلامها؟ شنو يعني تقولي لا تكلمين ريلك؟ وين صارت هذه؟ يعني تدرين أمك بعد. أمي على عيني وعلى راسي، أنا ما غلطت بحقها ولا قللت من قيمتها. بس ما يصير بعد التدخل بحياتي الزوجية وقراراتي. أنا ما راح أسمح بهالشيء حق ولا أحد، لو منو ما يكون، حتى لو أمي. زين شنو الحل الحين؟ يعني هم أنا ما ودي أخدم خاطرهم عليك. وعلي ويصير بيننا زعل. ان شاء الله ماكو زعل، واللي بيزعل اليوم ما رده باكر بيرضى. الله كريم. الايام ان شاء الله راح تثبت ان انت ما سويت اي شيء غلط. وبعدين هذا بدل ما يقولون عنك انك ريال امين بشغلك. هم يشوفون الموضوع بزاويه ثانيه، هم شايفين ان انا واقف مع عبد العزيز مو معاهم. بالنهايه انت مو صاف مع احد، واحنا مو قاعدين في مباراه. انت سويت شغلك وبس. الله يصفي القلوب ان شاء الله. ان شاء الله. خالتي ضياء ما كنت أدري أنتي وحمود تعرفون ترقصون، صج بدعتوا. حر يستاهل ولدنا، بس عاد إن شاء الله ما يخطفونا مرة ثانية. يما شفتي شلون عمتي بزة ترقص مكارينا؟ إي والله عمتي بزة ضحكتينا واستانسنا وايد، صج ما قصرتوا. هذا كله لعيون فواز. ايش رايكم بالمفاجأة؟ ماكرونة. تحية للفرقة الاستعراضية.
ايش رايكم بالخطه اللي سوتها عمتي بزه؟ يستاهل فواز، حاضرين ولدنا، حتى لو تبوني البس له نمر وردي اي شيء من هذوله عم البس، ايش تامر عليه؟ حاضر عمي ابو شهاب، مشكور وايد، وهالشيء هذا عمري ما راح انساه. ترى التخطيط اللي صار اليوم والحفله اللي صارت كلها من عمتكم بزه، الله لا يخلينا منك يا رب. بعد عمري عمتي بزه مشكوره وايد وايد، احبك. افا عليك، كل اسبوع يبي فواز عندي وانا اسوي له ما كرونه.